السلام عليكم. نعمل ديمونستريشن بطريقة برمجة الدماغ ومتابعة المراجع بالراحة والسرعة والمتعة بطريقة تغيير الأسماء، تبديل الأسماء، ريفريمينج. عبد الله تابعني على المراية، حفتح الخد وأنت مرتاح ومبتسم. أخلي القطنة بدل ما أخليها بطريقة العادية هذا أصبع طويل، انتبه عليه، أريدك تعرف. خلاص أنت مرتاح، هذه هوا مثل ما تعلمنا عليه، وأنت مرتاح نشفت الأسنان. حلو، الآن هستعمل تلوين الأسنان. طيني إصبعك وعلى الأظفر مثلا هالشكل أسوي، أنا هخلي على الجو تبديل اللون فقط. إيش هسوي على أسنانك؟ شوف شلون أغير اللون. هذا السن حلو، هذا السن حلو صار أزرق وتمام، وهذا السن أيضا صار أزرق، بس أنا أريدك تصير شاطر. talk and work procedure، تكلم واعمل لإشغال الدماغ إيجابيا بإعطائه معلومات حلوة مفيدة، فحيكون ممتع والدماغ ما يتعب، لأن الله يقول وقل ربي زدني علما، يعني كلام الدماغ هو يريد يتعلم عن نفسه، لأن الدماغ مسؤول عن جسده، ولذلك هو يريد المعلومات. فمن أعطيه معلومة إيجابية مفيدة هو حيتابعني. تابعني يا عبد الله. هذا السن إلى نحسب من هنا رقم 1 من خط الوسط، 2 3 4. إذا خلي اللون الأزرق على رقم 4، اللون الأزرق على رقم 5، اللون الأزرق على رقم 6. حلو؟ زين، شو حيصير بهذه الألوان؟ حتحضر السن وتنظفه ويتغير لون السن، وأرد أنا أغير لون السن لما أخلي الأصمار عليه، لذلك نسميها لعبة الألوان. أول مرة كان عليه وسخ نظفته، ثاني مرة خليت اللون، ثالث مرة حغسل. شوف بالقطنة أنت تعلمت عليها، تابع وياي. أشيل اللون، لأن هذا بالإنجليزي نسميه أسد يعني حامض، يحضر السن. والآن حغسل، شوف عليه حغسل السن. شكرا. وأريدك تغسل بس لا تشرب، افتح لا تشرب من هذا الموية، غسل وارجع بسرعة. خليها بيدك بسرعة. شكرا. شوف على المراية، جينا على هاي نفتح الخد، نخلي على هذه أرض. الآن السن معزول، الآن نكتب الأسنان صارت بيض، تقدر تشوفها اللون صارت بيض. والآن أنا رفعت الضوء بسبب وضوح التصوير، الآن أحط الصمغ على سن رقم 6، تمام؟ أنت شاطر، تابع وياي. السن رقم 6، شكرا. أخليها بالمكان المناسب بطريقة فنية وحلوة، أرتبها بطريقة هندسية إلى أن تقعد الحلقة مكانها، وأنا هشتغل بدون ألم. شلون يعني؟ مع الراحة والوناسة. شلون اشتغل مع الراحة؟ انتبه علي، هذا ضوء، شوفه ضوء. إذا أجي أشوف هنا بس حتيبس الحلقة، بس أنا ما أريدك تشوف بهذا الضوء، نزل الحلقة. عرفت شنو؟ لأن هذا الضوء يبس الحلقة، وحتوقف ومع السلامة. بس هذاك الضوء وخرته، ليش؟ حتى الصورة تصير عندك واضحة، يبست الحلقة، تقدر الآن تاكل على راحتك، تروح لبيتكم وتاكل، بس أعطيك تعليمات شلون تحافظ على الجهاز. أبداً. مرتاح؟ أكيد؟ ممتاز، خل أشوفها يبست الحلقة؟ نعم، مع السلامة. كل شيء تقدر تعمل عليه الآن، بس تحافظي على النظافة وبس. الآن بخلي لك حلقتين أخرى على السريع، افتح وتابع بالمراية. تابع بالمراية، تعلم حتى تكون دكتور بالمستقبل.
اول ما تكون مشتغل على نفسك. شوف عليه حطلع ستة، هذا خمسة، هذا أربعة، مو صحيح؟ حلو يا رب. الآن أخلي الحلقة هذه الخمسة وهذه الأربعة وأربط الحلقات بمكانها بواسطة هذه الآلة. حلو، أنت صرت شاطر وتابعني. والآن بالضوء مرة ثانية عفيه، نزل هذا. شوف أنت صرت طبيب، تعرف كيف أنظف السن وكيف أحضر بالحامض وكيف ألحم بالصمغ وبعدين أثبته بالضوء. بعض الناس يسموه ليزر. المهم أنا خلصت وضعفت السرعة. إذا أنا وعدتك أشتغل بالراحة مبين ولا أي شيء يتحرك بجسمك، بالمتعة انطيت الدماغ مجموعة كبيرة من المعلومات، صح؟ صرت دكتور صغير بالسرعة. أول مرة اشتغلت واحد، ثاني مرة اشتغلت اثنين، المرة الأخرى اشتغل أربعة. إذا السرعة بدأت تشتغل بشكل صح، وأنت تعلمت معلومات جدا كبيرة. ليش؟ أنا قلت لك افتح فيه. هذا القطنة انتهت. قلت لك البرنامج talk and work، يعني تكلم واشتغل. هذا البرنامج جدا لطيف لأنه أحضر الدماغ بالمعلومة وأشغل الدماغ بالمعلومة الإيجابية بحيث الدماغ يبقى مستمتع ولا يجي على باله كلمة أبرة أو دم أو ألم أبدا. ليش؟ لأن الدماغ حيفتح فايل واحد معين. أنا فتحت الفايل وأنا سميت العلاج الممتع. كل مرة أقول له ابتسم، اضحك، شوف، تابع، اتعلم، وبالنتيجة ده أعطي معلومات خفيفة على قد عقله. وعلمت أسماء الأسنان مثلا، وعلمت البروسيجر شنو اللون الأزرق، بعدين أغسله، بعدين أخلي الصمغ، بعدين ألحم، بدلت الألوان فسميتها إلى لعبة الألوان. بالنتيجة انتهت اللعبة، لكن إحنا ثبتنا الجهاز مع الراحة والمتعة. شلونك يا عبد الله، مرتاح؟ أكيد. حسيت بأي ألم؟ أعطيتك أي أبرة؟ متونس يعني أنت؟ أقدر أكمل الجهة الثانية؟ وأنت مرتاح؟ حلو؟ شو تقول لأصدقائك اللي تقول وأنت في هاي الطريقة مرتاح ولا مو مرتاح؟ أشكرك بطل. مع تحيات البروفيسور الدكتور بشير كنعان وعلاج تقويم الأسنان الممتع. هذه الطريقة بالذات سميتها talk and work، تكلم واشتغل. علمت الطفل مبادئ أساسية في طب الأسنان، وبالنتيجة هعلم النظافة وحلم كيف يحافظ على الجهاز، وبالنتيجة حيصير دكتور صغير تابعني، وأنا حكون كسبان كما هو كسبان. هو كسب تعلم معلومات، أنا كسبت لأن صار طبيب صغير معايا يساعدني بالنظافة، بالحفاظ على الجهاز، باستعمال المطاطات. وإذا أنا بهذه الطريقة أقدر أختزل المدة الزمنية إلى 50% أو أكثر، كما حدث مع مئات الحالات وليس حالة واحدة، لا، مئات الحالات أنا قدرت أزغر معدل العلاج إلى 50% بالتعاون مع الطرف الآخر. شكرا لكم وتحياتي لكم. البروفيسور الدكتور بشير كنعان، مسقط، سلطنة عمان، وإلى اللقاء.